كلارك كان يتجه للبوابة الثامنة عشر. مشاهدي الكرام، فتحت البوابات على بركة الله لتنافس يجمع جياد وأفراس الإنتاج عمر الأربع سنوات فأكثر على مساهمة نادي الفروسية والبالغة 130 ألف ريال لجياد وأفراس التي فازت من سباق إلى ثلاثة سباقات مسافة 2400 متر ودورتان حول المضمار. الصدارة يبدأها مكهرب مع أيضا عصوان من الخارج وكذلك جمعة أرماح وشغف الدورة الأولى. جياد وأفراس الإنتاج تسعى لنيل مساهمة نادي الفروسية في التنافس ما بين جياد وأفراس عمر الأربع سنوات فأكثر. عصوان يبدأ التقدم الآن في المرتبة الأولى في صدارة هذا الشوط المسافة الطويلة مسافة 2400 متر. مكارب يأتي في المرتبة الثانية فيما المحاولات لتحسين المواقع، ولا زال الشوط في أول. مشاهدينا متابعينا الكرام، وحسمه سيكون وتنافس سيكون في 800 متر الأخيرة فيما المنعطف الثاني الآن. وأسوان في المرتبة الأولى، المزمجر ومكهرب عفوا مكهرب في المرتبة الثانية. محاولات التقدم من رمان الآن، يبدأ التقدم من الخارج وكذلك محاولات البرنجي وأيضا محاولات مكهرب الآن ليأخذ الصدارة والمركز الأول. من عصوان الآن يتقدم مع محاولات شمعة رماحة التي تأتي الآن من الخارج. الآن مكهرب في صدارة هذا الشوط، تقترب الجياد من المنعطف ما قبل الأخير. الصدارة لمكهرب، شمعة رماحة في المرتبة الثانية، المزمجر في المرتبة الثالثة، ورمان في المرتبة الرابعة، فيما المسرح يأتي في المرتبة الخامسة. تبدأ الآن مراحل الحسم مشاهدينا متابعينا الكرام، تبدأ الأسماء المرشحة التقدم الآن في هذه اللحظات من الخارج. الآن عز الخوي وسلطان زمان يبدأ التقدم فيما مكهرب يقود الجياد حتى الآن مع بداية الخط المستقيم باتجاه خط النهاية. مشاهدينا متابعينا الكرام، محاولات من ذات بجادل للتقدم في هذه اللحظات. المزمجر يتقدم بكل قوة الآن للمرتبة الأولى. المزمجر في المرتبة الأولى مشاهدينا متابعينا الكرام بفارق كبير، المزمجر من الأسماء المرشحة، وسلطان زمان يأتي للمرتبة الثانية. إذن المزمجر من الأسماء